قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية لها متعلق بما قبلها، قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فقوله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، يعني من عبد من دون الله. من هم هؤلاء المدعوون من دون الله؟ قال بعض المفسرين: عيسى والملائكة، وقيل عيسى وأمه. ولكن لتعلم أن القاعدة في التفسير كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن بعض المفسرين يفسر الشيء ببعض أنواعه ولا يريد بذلك الحصر، فتشمل هذه الآية كل من عبد من دون الله عز وجل. وقوله عز وجل: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الكشف هو الإزالة والرفع، والتحويل هو الصرف. فيكون معنى هذا أن من دعي من دون الله عز وجل لا يستطيع أن يرفع ما نزل ببعيد، ولا أن يصرف ما سينزل ببعيد. وتأمل كلمة تحويل نكرة في سياق النفي، فتعم أي تحويل. فهم لا يستطيعون أن يصرفوا هذا الضر جملة وكلية، وكذلك لا يستطيعون أن يحولوه وأن يصرفوا بعضه، أو أن يصرفوا أثره، بمعنى أن يقللوا من أثره على المدعين. ثم قال عز وجل: أولئك الذين يدعون. يدعون الضمير هنا للداعين، ويبتغون الضمير فيه للمدعوين كعيسى والملائكة ونحوه. فيكون معنى الآية أن أولئك الداعين لغير الله عز وجل لا يستطيع هؤلاء المدعوون أن يصرفوا عنهم شيئا، وأن هؤلاء المدعوين يبحثون عن الوسيلة القريبة التي تقربهم إلى الله عز وجل، فهم بحاجة ماسة إلى أن يدعوا الله عز وجل، فكيف يدعون من دون الله؟ وقوله يدعون يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وسبق بيان هذين النوعين. وقوله يبتغون بمعنى يطلبون، فهؤلاء المدعوون من ملائكة ورسل وأولياء يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هو ما يتوسل به ويتوصل به إلى الشيء، ولذا قال عز وجل: وتقطعت بهم الأسباب، أي الوسائل التي تنجيهم من عذاب الله عز وجل. وقال تعالى عن ذي القرنين: فأتبع سببا، أي اتخذ ما يوصله إلى مقصوده. وقوله الوسيلة فسرت كما سبق، ولكن هذه الكلمة مع قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه الكلمة مع الجملتين الآتيتين تدل على أن هؤلاء المدعوين قد حققوا العبادة بأركانها الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. ومع أنهم حققوا هذه العبادة وأتوا بأركانها، هم مع ذلك في مسيس الحاجة إلى فضل الله عز وجل ورحمته، فكيف يدعون من دون الله؟